واحد مع مراته هتتكسف انت تقلعي قدام جوزك. لقيت الصوره قلت له انت اللي رافعها؟ لقيته بعتها لطريق اللي كان هيرجعني ويربي بنته لا يتمها، وراح مهكر صفحته وداخل له وكاتب تحتها كلام يا استاذه زي الزفت، وانا اللي اتظلمت في النص من الاثنين. بيقول في صور تانية كمان، انت معاك شيطانك انا معايا ربنا قدام العالم. قال مش ابني، عايزه ليه؟ تشوفه هتموته؟ نفسي ارتاح. عنده الايد دي معطى يا ستك كمان تخاف تقف قدام الجلطة الحوجة وحشة. نزلت بكاميرا التفاصيل في العبور، نزلت عشان خاطر وفاء. في الحقيقة قصة وفاء قصة صعبة فعلا، ست زوجة وأم فجأة جوزها بيطلقها علشان صور بعتها ليها، بعتها ليه خطيبها القديم. حاجة تضايق قوي. طب إيه فكروا بيها؟ طب عمل كده ليه؟ طيب هو يعني قصد يطلقها؟ طب وما يهموش إن بيت يتخرب وست تنهار بالشكل ده؟ تعالوا نسمع منها الحكاية بأدق التفاصيل على صدى البراتو. بيبقى غدر صعب قوي جدا. طب بيبقى لازمته ايه؟ انتقام مثلا؟ حد بيبهدل عيشتك وحياتك؟ طيب ليه ده كله؟ منوراني وشرفاني وفاء. وانت يا استاذه نورتيلي الدنيا بحالها، ومتشكره قوي اللي انت اهتميتي وجاتيلي. وبصي انا مبسوطه قوي. انت نورتيني. ايه اللي حصل بقى كده احكي لي؟ ابتدي لك من ابو ولادي. كنت متجوزة راجل كويس، وبعد كده بقى انت عارفة ان الشرب والحاجات دي بتدهوي البني ادم. جيت انفصلت عنه. كان ياخد مخدرات؟ يعني حبوب والكلام ده، وناس كتير ادتها له وما كانش كده. هو كان انسان طيب جدا، كويس جدا جدا جدا، حنية الدنيا كانت فيه. يمكن انا صادفت ناس كتير في حياتي ما كانوش زيه ولا في حنيته واهتمامه بيا. فبس كان غصب عني، يعني كان ولادي مع الظروف اللي هو فيها ومخدرات والكلام ده، كان اخترت ولادي. تمام. المهم انفصلت عنه، وبعد كده خدت ولادي ربيتهم. ولاده فضلوا معايا. هو بقى شاف حياته واتجوز وكده، وبعدها مفيش شهور توفى. ده اللي انا عرفته. حزنت عليه جدا، يعني يا ريتني خدته مثلا عالجته، كان افضل لولاده. لان انا يعني اقول لكل ست، ابو ولادك احسن لك، يسترك ويستر ولادك. وراجل بعديه ما تتجوزيش ولا تشوفي غيره. اول بخت هو حلو. تجربتك بتقولي كده؟ لان هو كان بالنسبه لي احن بني ادم عليا. ما من بعده ما لقيتش راجل من اللي انا شفتهم في حياتي في صفات الطيبه والحنيه اللي كانت فيه. انا لدرجه بقولها من قلبي الف رحمه تروح له بجد، ويسامحني ان كان زعلان مني، علشان انا كان نفسي اخدك وعالجك واقف جنبك بجد، بس الظروف كانت اصعب. ما قدرتش استحمل، خفت على بناتي اكتر. نمرة اتنين بعد كده سبتهم، وطبعا سبت ولادي معاه فترة، وبعد كده خدتهم، وبعد كده رحت عشت في شيشة سليم. تمام. دورت على شغلتين في اليوم، الصبح كنت بشتغل في محل فراخ، واخر النهار اشتغل مثلا اعمل شاي وقهوة في قلب كافيتيريا كده. تمام. طبعا انت عارفة ان كلام الناس ولسنة الناس كتير. لقيت واحد في ادارة الجامعة في الحسابات الخاصة، معاق، راجل كبير. قال لي انا معجب بيكي، عايز اتجوزك، ارتبط بيكي، ولادك قبليكي. كان معايا 3 اولاد. وطبعا زي كل راجل كذاب، انا بقولها علني، كل الرجاله بتكذب لما حد يروح لوحده. ده مراتي تعبانه، مراتي مقصره معايا، مراتي مش كويسه، اقول لك انت كذاب. والحلقات اليومين دول ملاكة. اقول الصراحه، انا هقولها لكل ست، يا ريتك ما تصدقيش بسرعه، كله كذب. تمام. فرحت بيه. ما جت فرحك اهي. لا يا ما جتش ولا كلمتك. لا 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 لا، ولا انا عمري روحت بيت استاذ، ولا حتى ما خلفت طفل روحت لبيته. ما بخربش بيت حد. انت خلفتي منه؟ طبعا، معايا ولد زي القمر. طب اعمل ايه؟ كان يضربني يا استاذه، هو بعكازين بس زي ما تقولي ربنا حط فيهم القوه. كنت اوطي وشي في الارض قسما بالله، واسيبه يضربني وما تعفاش عليه ولا زق. اقول له اللي يتغاب عليك او يتعمل يبقى مكانك، واقول له خد كفايتك من الضرب وانا اقوم. انا كنت بعمل كده. المهم بقى يعذبني مره في مره. جيت انا حصل مشاكل كتير، انا معايا 3 ولاد ايتام، قعدت معاك وانت وافقت عليا بولادي. جينا بعد كده
لقيته راح طالب البوليس النجدة البيت، قال له قاعده في شقتي ايجار باسمي وتاخد عيالها وتطلع بره. طب ليه يا عم الحاجه دي؟ كنت انت استني، كنت انت لسه متجوزه؟ طب خلفتي منه ولا لسه؟ مش لسه خلفت. تمام. رحت جايه بعد كده على بنتك ازاي؟ بيزعق للعيال، بيتغاب عليا انا. قلت له خلاص سيبني، كل واحد يروح لحاله، جاي يضربني. قفلت باب الشقه علم المفتاح زي اي ست بتخاف. راح طالب النجده، جم فتحوا الباب، جه طبعا صحابه وجوز اخته واخوه، جم وخالي ولاد خالاتي ووالدتي، كله جه حلينا المشكله وخدوا بعضهم ومشيوا. بعد كده بدات العقوبات بقى، لسان الطويل وراجل اداره الجامعه، معرفش لسان الطويل ازاي، قله الادب ازاي، انا معرفش. بعد كده نقلنا من شقه التجنيد، رحنا كفر عصام، كان متجوزني الاول رسمي، طلقني ورجع رجعني. وبعد كده جه رجعني عرفي. بعد وفقتي لي يا وفاء؟ اقول لحضرتك عايزه اتستر انا وولادي. جيت كلمت خالي وكله، قال يا بنتي الجواز اشهار وكله عارف، ده احنا هنوافق بس. قال له ايه؟ قال له اما عيالي خلصوا الكليه هتجوزها رسمي تاني، عشان انا قلت لمراتي وعيالي ان انا طلقتها مش هينفع ارجع اعيش معاها تاني. تمام كده؟ جيت وافق. ربنا يعلم انا قد ايه، وبقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك، بحق اللي انا رايت ربنا فيك وخدمتك وانت ما رايتش ربنا فيا. جيت حملت في ابني 4 شهور، ما اعرفش ان انا حامل. انا حامل؟ لا، انت مجرد متعه، انت مجرد نزوه، انت لا تذكري، انت ولا حاجه، انا ارميكي في الشارع ادوس عليكي برجليا. يقول لك كده؟ قال لي كده. لدرجه ان قال لي ده كان في واحده صاحبتك اتكلمت عليك كلام مش كويس. قلت له انا؟ قال لي، قلت له شاهد وكيل عليا ربنا، انا معاشرك كويس 3 سنين تودي فيا وتجيب فيا وتمرمط فيا وانا خدامه تحت رجلك. بعد كده جيت زي ما قلت لك، احملت 4 شهور ما اعرفش، خالي راح له ياخد 10-20 ألف جنيه وتنزل الحمل. قلت له لا، مش هنزله، هسيبه في الدنيا كده اهو عشان ياخد حقه، انا ما بنزلش تاني، مش هغضب ربنا. 4 شهور اتخلى، انزله ليه؟ فضلت زي ما انا. يوم ما لقاني حامل من 4 شهور سابني لغايه ما ولدت. ماما جابته. يعني انت ما كنتيش عارفه وخبيتي؟ كنت عارفه وقلت له على طول بقى، ما كنتش عارف ان انا حامل في 4 شهور اساسا. فعلا؟ ما كنتش عارف، ورحت وقلت له. يعني مش قصده تخبي عليه؟ والله ما قصده، لا يعني دماغه اشتغلت كده. لا 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 لا، بصي يا استاذه انا اقول لك على حاجه، مفيش حد بيحب يجيب لنفسه المشاكل والنصيب لغايه عنده. معلش. معلش، انت دلوقتي عندك 3 ولاد، زودت المبله واحد. ماشي، زودت المبله واحد كمان. مش مرتاحه معاه اصلا. ماشي، وانت اصلا شلت حمل فوق حملك. فجيت بعدها. انا لازم اسال عشان ايه؟ اسالي. اي مشاهد ممكن يسال. اسالي براحتك. المهم جيت بعد ما سبته وكده، الولد نزل تحت. فاطمه اتمسكتي بابنك وقلت مش هسقطه. وطلقني قطع الورقه وانت طالق وانا حامل في ابني. هو قطع ورقته وانا سمعت كلمه الطلاق وورقتي معايا. خلاص بقى كده بقى، رحنا جايين، فضلت الحمل كمل. جه دفع للمستشفى حوالي 2000 جنيه. ووطى الاقتدار والدتي اللي قالت له خد سجل الطفل، خد الاختار سجل الطفل. وحضرتك عارفه ان اللي يسجل طفل لا الاب لا الجد، مستحيل حد تاني. المهم انا ما كنتش عايز عيال ربنا ياخده، انا ادي انا اخلي الدكتور يدي ربي يديله، يعني يديله حقنه هوا يموت. انا مش عايزه. واقفه معاه على عربيه في الشارع قدام مستشفى المنشاوي، يقول لي بقول لك ايه، لو عايزاني اعالج لك ابنك. قلت له لو عايزك تعالج لي ابني هتعمل ايه؟ قال لي عايزك ليله معايا قصاد ما اعالج ابني زي ما بحكي لك. قلت له تصدق ان انت بني ادم بني ادم شفته؟ كان قطع الورقه. طب ما قطعها، انا مش مراته اصلا. بس هو جالك لما انت استغثت بيه؟ لا، صحابه اللي جابوه، انا ما استغثتش بيه، ما لقيتوش، صحابه اللي جابوه. واقف على عربيه ساند بايديه، انا عايزك ليله معايا قصاد ما هعالج لك ابنك، ده بمبنك، ابنك بيموت. طالبني انا ام في عز الشتاء واقفه هدومي متعاصه في الطين بموت على ابني؟ ده انا من العنايه الدكتور بتاع الجامعه ممسكني ابني ميت على ايدي ويقول لي ده اخر وريد. بعد كده ناس راحت له، قال انا اعمل 400 جنيه في الشهر. 400 جنيه ازاي؟ ده انا علاج ابني ب 3000 وشويه. الحوجه وحشه لكل الابات يا جماعه، العيال البنات لما بتطلق خدوهم في حضنكم. الحوجه وحشه، بيحط في ايد الرجاله ظلمه. المهم يا استاذه، جاب بعد كده ساب لي ابني، انا اللي بقيت اجري عليه. طبعا قالوا لي رحت للدكتوره صح، لما ابني بدا يكبر ويتعالج والناس تساعدني ذل. طبعا يا رب ما حد يتذل، سنين عمري بتذل، بقول كفايه كده انا تعبت. فجيت بعد كده رحت له كتير، رمى الولد 400 جنيه دفعهم 3 شهور راح قاطعهم، وديته اداره الجامعه واروح واجي واتذلل له ذله الكلاب، ما يدفعش عن ابنه. انت مين؟
انت مين عشان تعمل كده؟ رحنا المحكمه، ده مش ابني، انا معرفوش، ده هي جايباه من راجل تاني. كنت اتجوزت واحد شاب كده من سني. بصي انا اقول لك، الراجل ده ما شفتش منه حاجه وحشه، احتفظ على بناتي، حافظ عليهم، جدع، ما شغلنيش، ما حوجنيش، كان بيديلي المصروف، بيديلي ايجار الشقه وماشيين على قدنا بس راضيين. كان نفسه يخلف عنده ولد، انا ربطه له، كان الولد ده جاي لي 3 سنين، مش من عنده 10 سنين، يعني ابني، ابني، لان انا بحبه، ابني. قلتيه كده مع 3 بنات ولد وهو كان الخامس. ابني، لا كده يبقى معايا 6 اولاد. جايلك في الكلام. جيت بعد كده اتجوزت وارتحت، عرف ان انا اتجوزت، بقى يساومني، وبصي قله ادب، وراح مهكر صفحته وداخل له، ده يشتم ده وده يشتم ده، وانا اللي اتظلمت في النص من الاثنين. الاثنين انتوا ظلمتوني. انت تخش تشتمه ليه؟ انت جوزي انا، واثق فيا انا، تخش تشتمه وتهاجمه ليه؟ هكر صفحتك وخدها، والاخر بهدلنا انا. جيت بعد ده كله قال لي لا انت ما تروحلوش، ارفع القضيه. رفعنا القضيه وماشيين في القضيه، والمحامي منيمني، منيمني سنه واثنين وثلاثه. ايه بقى؟ قضيه طبعا ان انا اخد له نفقه وعلاجه وصيف وشتاء والكلام ده، ما رفعتش اكتر من كده. قضيه تعويض ورد شرف، رئيس النيابه اشكره جدا وقف جنبي قال لي لو انت مظلومه انا هسفكك بالارض. طلعت مظلومه، ما رحتش عملت تحاليل، رئيس النيابه واحنا قاعدين انا ناسيه اسمه، بس بشكره لو شافني. راح مطلع لي ورق من على الكمبيوتر للمحامي، اتفضلي يا استاذه اطلعي هاتي لي الورق ده. جبت له كل الورق، مين اللي دخل الولد في الاجيال، ومين اللي دخله الجامعه، ومين اللي سجله، جبت جميع الورق. راح القاضي قال لي ده بروح الامضات والبصمات، رحت. ما رضاش يجي الامضات والبصمات، الله اعلم راح بعدها ما راحش، الله اعلم. جه قال لي قسمت الجواز الاصلي على البصمه والامضه، ايه ده تالهم؟ لقوا كلامي مظبوط، راح رافع لي على طول. كان بينكر وابنه. بينكر. مش عايزه، ده مش ابني، ده ابن اللي معاه. طبعا اللي معايا قبل ما انا احس بموضوع الصوره اللي نزلت، كان التاني مطلقني بسبب والدته واخواته، من زن والدته. انت هتتجوز واحده معاها 4 عيال، اتجوزتها وخلفت منه نرمين زي القمر، عندها النهارده دخلت في ال5 سنين، سايبها سنه ونص. مش عايز اشوف شكلها، اتجوز وخلف اللي اتجوزها كده، دي الجوازه الثالثه وباظت. جه بقى كان هيرجعني بعدها لما اتكلمنا مع بعض كتير، لقيت الصوره، قلت له انت اللي رافعها. ايه بقى الصوره فيها ايه؟ كذا قميص نوم كده هو خدها. بقول للناس اللي عماله تهاجمني انت اتصورت ليه بقميص نوم؟ لا يا جماعه انا ما اتصورتش بقميص نوم. الراجل ده كان في نادي المعاقين في شارع النادي عنده وطنيه، والصوره دي باين فيها المكان، ماشي. وبقول لكل الناس المسؤوله نادي المعاقين اللي عنده وطنيه، والمكان باين في الصوره، انا عايزه حقي. الراجل ده خلاني، كنا في الشقه دي بننضفها، ضحك عليا، اصل الشقه دي احنا هناخدها بدل بتاع الكفر عصام نقعد فيها واحد مع مراته، هتتكسف انت تلاقي قدام جوزك في اي مكان، انا معاك في شقتنا موجوده بننضفها عشان هنفرشها ونقعد، خلاص انت قلعه وبتنضفي وبتعملي وواقفه قدامه، هتتكسفي؟ طب لما تاخدني سكرين بقى وانا واقفه. صوري كنت واقفه؟ ما خدتش بالك يا وفاء؟ لا انا واقفه كده وبضحك وبهزر، في كاميرا محطوطه عند الكمبيوتر، ما كنتش اتوقع ان لقط في الكاميرا دي الصوره. لقيته بعتها لطريق اللي كان هيرجعني ويربي بنته، لا يتمها. قال لك لا يا انا اسف والله عشان اهلي واخواتي لو شافوا الصوره، مش ليه انا كنت، حد قال لك انا اتصورت في شقه؟ ده كان جوزي واخدها وبعتها لك، كانت من 2017 و18 كنت معاك. يعني مراتك، اي واحد عارف مراته كانت كويسه ولا مش كويسه، نظيفه ولا مش نظيفه. وقال لك ايه بقى؟ طب انت ما قلتوش انا ماليش علاقه بيه؟ له كتير، ورحنا راح معايا عملت محضر، اعمل محضر عشان خد صورتك. قال لي لا انا ما بعملش. قلت له انت شايف كده؟ قال لي ايه؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. الصوره دي اللي طلقتك؟ لا كنت مطلقه قبلها، بعدها كان راجع ورحنا دار الافتاء في طنطا واتصورنا، وبعد ما اتصورنا وبعد ما اكلم دار الافتاء وبعد ما اكلم الناس انا ارجعها، ومأذون في دار الافتاء يمكن شايفني وسامعني، بعد كده ما راحش. طيب طليقك الاولاني بقى مرتاح كده لما حالك باص كده؟ هو كده مرتاح. الصوره دي موجوده على النت دلوقتي؟ موجوده حاليا على صفحه طليقي. موجوده، ومن ستر ربنا ان الصفحه دي انقفلت، داخلها مشاهدين 10 ولا 15، من ستر ربنا على البني ادم. وكاتب تحتها كلام يا استاذه زي الزفت، كلام زي الزفت، ربنا يقعده له يا رب في اخواته وفي نفسه وفي اهله، محدش ضامن عمره مش هياخد جنيه وماشي. مش قال له عيب حرام ولاده كبار؟ لا ده انا عملت له قعده عرفيه في محله مرحوم، ونادوا له قلت له عامل كذا كذا، وريت للراجل في محله مرحوم الصوره، قال له دي، قال له ده ما كانتش مراتي.
قالوا يعني حتى ده ما كانتش مراتك، ده انت سخنتها اكتر، ده انت طينتها اكتر. قلت له لا، كنت على مراته وعلى الذمه وعمل معايا كده وصورني من غير ما اشوفها. قصد يصورك؟ قصد. يبقى معنى ان ياخد صوره زي دي يحتفظ بيها السنين دي كلها يبقى قصد. انا قابلته مره عشان ابني عايز عمليه، قال لي والله ما عطولي مني جنيه. قلت له انت معاك شيطانك انا معايا ربنا، وبقولها لك تاني، انت معاك شيطانك انا معايا ربنا، واللي معاه ربنا يكسب. هو عملها بغرض ايه؟ ولا يا استاذه ما اعرف، اللي انا اعرفه ان هو بيقول في صور تانية كمان. ما يعمل اللي هو عايزه، انت بتعمل كل ده عشان تنزل عن القضيه؟ قسما بالله ان نشرتيني على الفيس العام انا ما هتنازل عن حق ابني لما اخده تالت ومتلت. قضيه ايه بقى اللي انت عاملاها له؟ قضيه اللي هي بتاعه التعويض اللي هي قال مش ابني في حق ابني، والقضيه الثانيه بتاعه الصوره وانا مش عارفه المحضر رقمه كام ولا فين. جيب بعد كده يا استاذه ابني لما بقى طلع من العنايه المركزه وبقى يكبر سنه، لقيت رجل طويله ورجل قصيره زي والده. قالوا لي ده ابويا صغير، رحت للاستاذه سحر، قلت لها يا استاذه سحر طب دلوقتي انا اعمل ايه؟ قالت لي بصي اطلع على القاهره اعملي عمليه اوتار لابنك. فجي قال لي واحد كده قال لي ببنتي ما تعملوا له عمليه احنا معاكي. قلت له عمليه تكلف؟ قال لي اول مره ما كلفتش، ثاني مره كلف. ده احمد. ده احمد بقى لي اسمه اشرف، بس انا بقول له يا احمد عشان انا بحب احمد. شكل بابا اوريكي دلوقتي صوره بابا. تمام. جيب بقى زي ما انت شفتيه كده اهو، بقاله سنين ما شافوش، عنده الايد ديت معاقه، عنده الرجل عملت له، بس بصي ما بتتنيش زينا، لو مسكتها كده ما بتتنيش خالص. تمام. جه الدكتور قال لي ايه؟ قال لي استاذه، قلت له نعم. قال لي بعد كده انت هتعملي ايه؟ قلت له مش عارف. وانا بعمل له عمليه بقى، ده كان اليوم الاسوأ يوم كان في حياتي، هو اسوأ بس ربنا جبر بخاطري. ناس كتير بتقول لك ده خير بيعمل، طب ابنه فين؟ ابنه اهو عاجز، عنده نسبه ضمور، اوديه لاي دكتور انت عايزاه يا استاذه. وعنده شلل الجزء اليمين، ايديه عاجزه ما بياكلش بيها. ما صعبش عليه؟ لا، ولا سال انه يشوفه، بيقول لي اصل انا طلبت رؤيه. انا ممكن اروح لو النار هروح عشان اجيب ابني اشوفه. لو النار. طلب رؤيه انت منعيه يشوفه؟ انا منحت بعد الرؤيه، واحد دخل محكمه يا استاذه عار امه. طلع لها قميص نوم وقال مش ابني، قدام العالم قال مش ابني. عايزه ليه؟ تشوفه هتموته؟ انا امن منه. صرفي منين يا وفاء؟ كنت بشتغل. تقعدي مع نفسك تقولي ايه يا وفاء؟ قولي حسب الله ونعم الوكيل. علمتي حاجه؟ لا، طالعه من الابتدائي. تعلمتي حاجه من الدنيا المواقف الصعبه دي؟ والله يا استاذ انا لسه باين ما اتعلمتش، قلب الطيب بيصدق الناس. فهو انت ممكن تتجوزي تاني؟ والله يا استاذه من اللي انا شفته لا. انت عايزه ايه؟ انا الستر، ومحدش يضحك على حد، محدش يكذب على حد. مفيش واحد يروح يضحك على واحده ست يقول لها اخدك بعيالك ويرميها. ما يذلهاش. نفسي ارتاح. نفسي يا استاذ ارتاح. والله يا جماعه انا مش ظالمه ولا وحشه، وناس كتير بتحبني وشايفيني وحب الناس ليا. نفسي ارتاح. بقول لربنا يا رب انا نفسي ارتاح. بصرخ بقلبي والله يا رب نفسي ارتاح، محدش يضحك عليا. ناس كتير لسه بتضحك على الناس يا استاذه، واقول لكل ست اوعي تتجوزي راجل متجوز يبهدلك ولا تقفي عريانه قدامه. حلال اقول لك ايه؟ اقول لك الستات كمان تخاف تقف قدام رجالتها بقميص نوم. اي ست تبقى نايمه في حضن جوزها تترعب. انا كده انا كده كل الحريم هتخاف، كل الناس هتخاف، لان بقى في غش في سواد قلب. واللي يقبل جنيه من بني ادم حرام، ربنا بيطلعه بلا. لو كنت انت في يوم من الايام راجل كبير وعاجز وجيت على اي معاقه، اعرف ان النهارده رد الحق. النهارده رد حق ابنك وغيره وغيره وغيره. بتتبرع للناس بايه؟ طب اتبرع لابنك اللي انا لفيت على شقق خدامه كده بلف كده، وبقيت اقعد على الارض في التراب عشان اشحت جنيه لابني اعالجه بيه. ابني عشان ما مش لاقي علاج كنت بوفر اللقمه اللي عيالي بياكلوها، قسما بالله بوفرها عشان اعالج ابني. وعالجته واديكي شفت قدامك عامل ازاي. لحد دلوقتي ما كلمكيش ولا مره؟ لا 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 خالص. والله الغني ربنا يبعده عننا. اقول له حسب الله ونعم الوكيل فيك، وكل راجل دخل حياتي اذاني ومشي ربنا ينتقم منه. واحد مع مراته هتتكسف انت تقلعي قدام جوزك؟ لقيت الصوره، قلت له انت اللي رافعها؟ لقيته بعتها للطريق اللي كان هيرجعني ويربي بنته؟ لا، يتمها.
وراح مهكر صفحته وداخله وكاتب تحتها كلام يا استاذه زي الزفت، وانا اللي اتظلمت في النص من الاثنين. بيقول في صور تانية كمان، انت معكش طعنك انا معايا ربنا قدام العالم. قال مش ابني، عايزه ليه؟ تشوفه هتموته؟ نفسي ارتاح. عنده الايد ديت معطى يا ستك، كمان تخاف تقف قدام الرجاله؟ الحوجه وحشه.